اختاريت جامعة الكفيل لأنه هي عبارة عن صرح علمي مميز، وزادا السمعة الحلوة اللي عليها من خلال كلام الناس، من خلال كلام أصدقائي، من خلال اللي أشوفه أنا قاعة حلوة مرتبة. وأنا يعني إيه يعني من أنا صغير حلمي بهاي المدرجات هيك القاعة كبيرة. إيه والله شفنا التنظيم، وثانيا يعني الدراسة حسب ما احنا جدد هنا، بس سمعنا من اللي قدام اللي داوموا بالكفيل جامعة الكفيل جامعة رصينة ودراستها يعني الظاهر الكليات الحكومية، وبالتالي يعني اختارينا هذه الجامعة، جامعة يعني مثل ما قلت رصينة ومستوفية كل الشروط اللي توفر للطالب. يعني الطالب يريد مكان جيد للدراسة، يعني قاعات مختبرات، وبالتالي يعني الطالب راح يجيب فد نتيجة جيدة تفيد البلد وتفيد نفسه. كعادة جامعة الكفيل التابعة إلى العتبة العباسية المقدسة تقدم تسهيلات كبيرة لإنجاز عملية تسجيل الطلبة الجدد في الأعوام السابقة وكذلك في هذا العام الدراسي 2019-2020. أول مرحلة يمر بها الطالب هي مرحلة لجنة الاستقبال. في لجنة الاستقبال يتم الترحيب في الطلبة وعوائلهم الكريمة، وكذلك تدقيق بياناتهم المثبتة في المراكز الإرشادية عن طريق تدقيقها ومقارنتها مع النظام الإلكتروني الذي أصدرته وزارة التعليم. ومن ثم يتوجه الطالب إلى قسم الشؤون المالية لتسديد الدفعة الأولى من أجوره الدراسية، وبعدها يتوجه إلى لجنة التسجيل. في لجنة التسجيل يتم تدقيق أوليات الطالب وأهمها وثيقته المدرسية، وكذلك تدقيق معدله المتخرج من سواء من الدراسة الإعدادية، وكذلك الطالب إذا كان يحمل شهادة الدبلوم من المعهد أيضا يتم تدقيقه هذه الشهادات. ومن ثم يعني يتم تدقيق باقي المستمسكات الثبوتية للطالب وأخذ عنوانه وأرقام هواتفهم، ومن ثم يتوجه الطالب إلى المرحلة الأخيرة وهي التدقيق. في لجنة التدقيق يتم تدقيق كافة المراحل السابقة وتوثيقها إلكترونيا في نظام خاص بالجامعة. جامعة الكفيل بالنسبة لي كموقعها قريب علي عن محافظة النجف، قاعات واسعة تحتوي طلاب، تحتوي أجهزة جديدة. والله اختارينا جامعة الكفيل ورصانتها وكفاءة المدرسين والدكاترة وغيرها من البناية والمكان الجيد وما وفرت للطالب من جميع يعني من جميع المستلزمات. الحقيقة اختارينا جامعة الكفيل أولا للسمعة الطيبة، ثانيا للرصانة العلمية والمقبولة عند أبناء محافظة النجف الأشرف. لذلك احنا كأولياء أمور وكباب الحرص على يعني أبنائهم بالنسبة للأساتذة، بالنسبة للكادر التدريسي، بالنسبة لكل الأمور هي جيدة عندهم، وهذا اتجاهنا كان لهم.